النهارده هنعمل الموديل الميكانيكي، وطبعا الموديل الميكانيكي هيعمله سنترال، وبعد كده كل لابتوب او كل جهاز هيبتدي يعمل لوكال فايل ليه. طيب نعمل الموديل الميكانيكي ده ازاي؟ فبالتالي هقول له نيو، وبعد كده في عندي تمبليت، يعني في حاجات بيحتاجها بتاع المدني ما بيحتاجهاش بتاع الميكانيكي، ما بيحتاجهاش بتاع الكهربائي، وهكذا وهكذا. فبالتالي انا هختار الموديل الميكانيكال، ميكانيكال تمبليت ده اشتغل عليه. اوكي، هيبتدي بقى يفتح لي يعني موديل جديد خالص، احنا كده هنبتدي من الصفر. فتح لي الموديل الجديد دوت، اول حاجه هبتدي احفظه، يعني نيجي هنا نقول له ايه، سيف از، سيف از بروجكت، وطالما ان دوت هيبقى سنترال فاحفظه على الموقع اللي فيه السنترال فايل. فبالتالي هروح رايح للنتورك، نتورك هروح لللابتوب اللي عليه السنترال، وهروح للريفت، وطبعا هو المشروع ايه، هيبقى هنا في عندي ايه اللي هو المشروع ايه. بعد كده في عندي ميديكال 2018 واعمل له سيف. يبقى انا كده عندي الملف ذات نفسه لسه فاضي، ما فيهوش اي حاجه، زيرو. في الملف طبعا هنلاقي ان هو في عندك في البروجكت براوزر في عندي الميكانيكال الاتش فاك، وعندي البلامينج، وممكن ازود، يعني ممكن ازود اكتر من تخصص على نفس الملف، بس برضو ان انا برجع بقول يا ريت يبقى كل تخصص ليه الملف الخاص بيه، زي ما المعماري ليه الملف الخاص بيه، الموديل الخاص بيه، هيبقى الاتش فاك ليه الموديل الخاص بيه، يعني ملف تاني، والبلامينج هيبقى ليه موديل خاص بيه اللي هو الملف التاني. من ضمن يعني هو الغازات الطبيه بتصنف تحت ان هو بلامينج، فبالتالي انا مش عايز الاتش فاك، فهلغي الايه الحاجات بتاعت الاتش فاك، ديليت كلوز ديليت، فين ماشي، نفتح البلامينج دوت الفيو بتاع البلامينج، وهلغي بتاع الاتش فاك، السيلينج برضه هلغيه، الثري دي هلغيه، والاليفيشن هلغيه. وهخلي عندي في الاوبشن اللي هو اي حاجه جديده اضيفها تبقى تحت الكاتيجوري بتاع البلامينج. فاجي هنا عندي في الاوبشن وبعد كده هيبقى الديفولت فيو ديسبلاين هنخليه بلامينج، لان انت لو ما عملتش كده اي فيو هتحطه جديد هيروح على طول للكوردينيشن، يعني هيخلق فيو بتاع كوردينيشن، فاحنا عايزينه ايه، ينزل في البلامينج. بعد كده اول حاجه بقى هعملها، يعني بعد كده اروح انا عامل لينك للموديل المعماري، هنعمل لينك لموديل المعماري. فبالتالي هنا هنروح لانسيرت، وبعدين لينك ريفت، واللينك ده هخلي، يعني طبعا هو فيه ان احنا اختيارين، لا اما يبقى على السنترال فايل، بس انت لو جيت ان انت فتحت اللوكال فايل بتاعك، اللوكال فايل بتاعك اللي هو الميديكال يعني لوكال، وانت مش مربوط على السنترال، المعماري مش هيبان، فلازم ترجع ريلود فروم اذر لوكيشن. فبنعملها اخليها دلوقتي سنترال، وبعد كده نبقى نعملها لوكال. فاروح هنا احط الايه الاركتكت، اوريجن تو اوريجن، تمام كله تمام، اوبن. فانا دلوقتي بحط الموديل الاركتكت على
الموديل الايه الميكانيكال بتاعي، لان هو ده الهيكل اللي انا بحط عليه كل الانظمه بتاعتي. الهيكل من غيره مش هعرف اشتغل. فدلوقتي احنا حطينا الموديل الاركيتكت. بس يا دكتور يعني قبل ما انا اعمل انجريدنج لازم انا اقسم عامل سيت برايمز على كله بحيث ان واحدة واحدة خليك معايا واحدة واحدة. بعد كده من المهم جدا ان انت تعمل بن للموديل المعماري، مش انت عملت له خلاص لينك، اعمل له بن. ليه؟ عشان ما يتحركش، لان اكيد والناس شغالة ممكن عن طريق الخطأ ترحله. واي حد هيشتغل جديد بقى في الجزء الميكانيكال هيحط الحاجه بتاعته في مكان مش هو مكانها الطبيعي، بعدين نرجع نقول لا الغي وابتدي بقى من جديد. فهي حاجه بسيطه جدا انما في غايه الاهميه ان احنا نعمل بن للموديل المعماري اللي عملنا له لينك على الموديل الميكانيكي. دي اول حاجه. بعد كده عندك بقى في البروجكت براوزر بيبتدي يوريك الفيوز. في عندك بلان فيوز زي 1 بلامينج 2 بلامينج. انت في الريفت لما تيجي تفتح اي دور من الادوار انت بتفتحها من نفس الملف، مش زي الاوتوكاد. في الاوتوكاد لا، ده بيبقى حاجه تانية مختلفه. فبالتالي انا عايز اعمل نفس الليفل اللي في المعماري تبقى موجوده برضو في الميكانيكال، تبقى موجوده في الميكانيكال. طب دي هشوفها ازاي؟ طبعا كل يعني لكل واحد وليه طريقه. انا بعمل ايه؟ بروح فاتح الاليفيشن فيو بتاع الساوث كاني بشوف المبنى من الجنوب كده. بس معلش قبل ما هنعمل دي هنرجع تاني للبلامينج، لان كانت الاماكن المفاتيح ان احنا نشوف منها البتاع ده الفيوهات الاليفيشن. يعني مثلا ادي الايه المفتاح اللي بشوف من خلاله الساوث فيو، فلازم يبقى موجود تحت خالص. يعني هنا اروح واخده كده ومحركه بحيث لما اجي اشوف يشوف لي المبنى من بره، ما يبقاش من جوه كده. ممكن نجيبه هنا. يبقى ده انا بشوف الساوث فيو من النقطه دي. وبعدين نتاكد برضو من الايست، هشوفه من حته توضح لي الدنيا، هشوفه من هنا. وكذلك بالنسبه للنورث، لكل واحد وليه طريقته. فاضل الايست، لو ده برضو هنقله. في مكان مناسب انا نقلته بعد السور، يعني ده سور اللي بيحيط بموقع المبنى، فانا مش محتاج ان اشوف السور. يعني هرجع بقى اقول له انا عايز اشوف الساوث بلامينج. هنلاقي ان انا في عندي ادي الاليفيشنز اللي كانت موجوده في المعماري. عندي السايت اليفيشن والجراوند اليفيشن والارض فيرست والفيرست والاولد سكند وهكذا. هو لما نزل لي ما نزليش في الفايل في التمبليت، ما نزليش الا تو ليفلز بس. واحد منهم سماه 1 بلامينج، فده انا هرجع اسميه زيرو سايت. هنيجي هنا نقول له دوت رينيم زيرو، ده السايت اليفيشن، يعني اللي هو مستوى الشارع. سايت ودوت هسميه جراوند، رينيم دوت واحد الجراوند. اللي هو هنا هتلاقي مثلا ان السايت ده اللي هو الاسوشيتد اليفيشن بتاعه
نيجي هنا نشوف الاسوشيتد اليفيشن اللي هو الليفل 1. الليفل 1 واضح؟ ليفل 1. فهاجي الليفل 1 ده هرجع ايه اسميه؟ اني بعمل كليك على المسمى بتاعي واسميه زيرو سايد بار. ده اللي هو الايه الليفل اللي نزل مع الموديل الميكانيكي. وده هرجع اسميه واحد جراوند. طبعا احنا هنا بالنسبه للميكانيكا نقدر اعمل له ايه سيليكشن، يعني الليفل ده اقدر اعمل له سيليكشن لوحده، والليفل بتاع الوان جراوند ده اقدر اعمل له سيليكشن لوحده. انما تعالوا اللي في المعماري ده ظاهر في الخلفيه ما اقدرش اعمل له سيليكشن، ما اقدرش. يعني لو جيت هنا نعمل سيليكشن بيختار لي كل الموديل المعماري كله على بعض. طيب هرجع اني بس اظبط الاماكن بتاعت نهايات المنظر بتاع الفيو بتاع الليفل ذات نفسه، فاسحبه من الدايره ديت واجيبه الناحيه ديت. وهلاقي برضو ان هو بينتهي في نقطه تانية. بينتهي هنا، انما في الحقيقه ظاهر لي بس البلب الاولانيه، فانا عايز يظهر لي البلب اللي في الناحيه بالنسبه لكم كده الشمال واللي في الناحيه اليمين. فهروح هنا الايديت تايب واخليه السيمبل يبقى موجود برده في الاند نمبر 1 زي ما هو موجود في الاند نمبر 2 عشان تظهر لي بس. وبعدين برضو هاخده بحيث ان هو ايه يبقى شايف لي، يعني ما يبقاش المبنى مغطي عليه عشان العمليه بس تبقى واضحه، لان اهم من الشغل هو تظبيط الشغل فعلا، بالذات في لما نشتغل في الريفت. فانا كده بقى العرض اللي بشوفه للاليفيشن، الفيو بتاع الاليفيشن بيبقى من اول مبنى لغايه اخر مبنى. هو بيوريني برضو المبنى كله يعني، انما كالرمز بتاعه بس يبقى باين من الاول للاخر. طيب عندي الليفل بتاع السايت الميكانيكي هو نفسه على الليفل بتاع السايت اللي هو المعماري، انما زي ما شايفين الجراوند بعيد صح. فاللي اعمله ان هعمل هنا الاينمنت، اروح لموديفاي واعمل الاينمنت، اختار الجزء اللي انا عايز اروح له. شوفوا هنا اختاره وان جراوند، اختاره اللي هو بتاع المعماري اختاره، انا بعمل هنا الاينمنت بس. وبعد كده اروح للجراوند بتاعي الحاجه اللي عايز انقلها، الخطوه الثانيه الحاجه اللي عايز انقلها، فاروح مختاره. فاذا هما الاثنين بقوا على بعض. ممكن اني اقفله بحيث لو هو اتحرك المعماري يحرك لي معاه الميكانيكي. وفي الحقيقه اللي هو الليفلات ديت هي بتاع الراجل المعماري هو اللي بيحددها، مش هتيجي تقول له لا بعد ما بنى المبنى والنبي نزل لي الدور الاولاني شويه كده مش عاجبني، هتنزله ازاي؟ خلاص انتهى. فبرضه هنا هروح لده للمعماري، اختار الاول الليفل بتاعه، هعمل تقريبا بتاب علشان يغير لي الاختيار. المشكله ظهرت فين هنا؟ انا دلوقتي عايز اختار المعماري، هما الاثنين على بعض، فانا عايز اختار المعماري، فجيت كده لقيت ان هو اختار لي الميكانيكي، لا فاروح عامل تاب عشان يختار لي المعماري واعمل ايه كليك، يبقى كده هو اختار المعماري. بعدين اروح للميكانيكي عشان يختار واعمل له برده ايه لوك. اوكي طيب بقيه الحاجات التانية بقى انا هقعد ارسم الليفلات دي مره تانية؟ لا، هنلاقي ان في عندك في الريفت في التاب بتاع الكلوبريت هتلاقي فيه كابي ومونيتور، كابي ومونيتور، فهختاره
بحيث ان انا اقدر اخد حاجات من معماري يعمل لي زيها في الميكانيكي، ما اعملش من جديد من الفروم سكراتش، لا ده اللي موجود في المعماري الليفل ده انقله في الميكانيكي لوحده كده. فبيقول لازم الاول اختار اللينك اللي انا عايز انقل منه، فاختار اللينك بتاع المعماري اهو كده اخترت. بعد كده هعمل مونيتورنج للاثنين اللي موجودين بس، علشان لو اتغير المعماري يديك رساله خلي بالك المعماري اتغير، فشوف بقى عندك سمع في ايه. فاعمل مونيتور للتو ليفلز بتوع السايت، هعمل مونيتور للتو ليفل بتوع الجراوند، كده عملنا ليهم مونيتورنج. بعد كده اعمل بقى كوبي لبقيه الليفلات الاخرى، فاروح رايح للكوبي واعمل كوبي للاولد فيرست. هو دلوقتي بيستنسخ ليفل من المعماري عشان يبقى موجود في الميكانيك. خليك بس معايا يا محمد، خليك بس معايا. يبقى انا كده اوريدي بقى اوريدي الاولد فيرست بقى موجود عندي كمان ميكانيكي، وكذلك الفيرست برضو اختاره هيعمل لي ليه كوبي. بقى كده في عندي برضو كوبي للفيرست، الاولد سكند، وكذلك لده. والاولد روف. والسيرت. والفورس. والروف. اوكي. كده هو عمل كابي. خلاص الكلام ده مظبوط، فاقول له ايه فينش. فاصبحت الليفلات دي موجوده بس لسه الفيوز بتاعها مش موجود. اللي اعمله بس ان انا هاخد الواحد منهم اخليه امتداده في نفس الامتداد بتاع الليفلات القديمه ديت اللي احنا كانت نزلت في التمبليت بقت موجوده. هلاقي ان في تو ليفلز قريبين قوي من بعض فانا مش عارف اميز ما بينهم، فاجي اعمل الكسره دي عشان دوت ده الداتا السكند اللي هو المستوى بتاع ارضيه السكند قريبه قوي من مستوى ارضيه الروف، يعني اللي تحت ده بتاع السكند واللي فوق بتاع الروف. وممكن نقول دوت خليه لي مثلا سكيل 1 ل 50 ولا حاجه، بحيث ان هي بس الانوتيشن على فكره بيبقى لها نفس السايز بس انت بتشوفها من ابعد يعني. ده السكند. طيب لقيت هنا ما ظهر ليش عندي الفيوز، ما فيش عندي فيوز كابيلانات غير السايت والجراوند اللي هو نزل مع التمبليت ذات نفسه. فبالتالي بروح هنا عندي للفيو واقول له انا عايز ايه اشوف بلانات جديده، فلور بلانز. الفلور بلانز طبعا بقول له دونت دوبليكيت اكزيستنج فيو، يعني انا اوريدي عندي السايت وعندي الجراوند، فبالتالي هنا هو ما حطهم لكش في الليست. لو انا شلت ديت هتلاقي حطهم لك في الليست. طب انا احط ليه واحد تاني عشان ما يحصلش دوبليكيشن؟ فهقول له دونت دوبليكيت اكزيستنج فيو لان انا عندي اوريدي السايت وعندي الجراوند. وهختار من الفيرست، اختار كمان الاولد فيرست والاولد سكند وهكذا. انا كل دول عايز اختارهم مره واحده، فممكن اختار اول واحد وبالشيفت ادوس عليه واختار الروف، فكده هو اختارهم لي كلهم واقول له اوكي. برضه حطها لي في ميكانيكال بلامينج، هنغير الديسبلاين هنا. حطها لي برضه اتش فيك مع ان قايل له باي ديفولت ده بلامينج. فول بلان برضه هختار ده من اول هنا لغايه تحت بالشيفت، واخلي الديسبلاين بتاعه نفس الديسبلاين بتاع الميكانيكال بلامينج بدل ما هو اتش فيك. هو عندي هنا بيقول لي ده ميكانيكال، وبعدين هنا السب ديسبلاين اتش فيك، بس هتلاقيها انها موجوده جراي بحيث انت مش هتقدر ان انت تختارها. ليه؟ لان من اول 2015 عمل لك حاجه اسمها الفيو تمبليت، وهو في الفيو تمبليت عنده هنا في الميكانيكال،
دلوقتي مؤقتا هقول له خليني ان انا في عندي نون تمبليت علشان الحاجات اللي هي بالجري ديت ترجع تظهر لي تاني. النقطه ديت ممكن ان انت مثلا تلف حوالين نفسك فيها مثلا بتاع يومين ثلاثه مش عارف تختار. شوف دلوقتي هو خلى لي السب ديسبلاين بقى واضح مش جري، يعني تقدر ان انت تختار، والديسبلاين برضو ميكانيكال تقدر تختار. فدوت هقول له لا خليه لي دوت كل الكلام ده في البلاند. يبقى عندي ميكانيكال بلامينج، ميكانيكال هاي بيبقى بلامينج برضه هنا. يبقى هو بلامينج تحت بلامينج، يظهر ان في بلامينج، ممكن البلامينج مثلا الووتر سبلاي وبلامينج درين وبلامينج ميديكال جاز وهكذا. يبقى هو الديسبلاين الاساسي هو بلامينج بلامينج، وبعد كده انت عايز سب ديسبلاين ايه بقى؟ ووتر سبلاي درينج وهكذا. يبقى انا اصبح عندي الفيوهات موجوده. كذلك برضو بحتاج الفيوز بتاعت السيلينج فيوز، فهقول له برضو هنا في عندي الفيو بلان، انا عايز ريفليكتد سيلينج بلان، برضو هختار كل دول. اوكي برضو هو حطها لي هنا تحت الميكانيكال، كل ده من اول هنا لغايه هنا. يبقى عندي بلامينج 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 سب ديسبلاين برضو بلامينج. فاصبح عندي ادي الفلور بلانز وعندي كمان السيلينج بلانز موجوده.